ودلوقتي مرة تانية بنصبح على مشاهدينا صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. مرة تانية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأها من محافظة القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر عفوا، اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة مش بتأثر لحد دلوقتي على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية متقطعة تبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لحد غمر. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، وده طبعا بسبب أعمال التوسعة أعلى منطقة المهندسين. الكورنيش من المظلات لحد وسط البلد في كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وكمان في كثافات نسبية عند الوالي ولحد كوبري الساحل والأميرية. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة ونبدأ من شارع الهرم اللي بيشهد طبعا كثافات مرورية، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع والكثافات بتبتدي تزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل كمان في كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل، وكمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة ولحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. الطريق الدائري اللي قادم من أكتوبر مغلق، والتوجه بيكون إجباري من نفق حازم حسن لحد محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية حتى منطقة التوسعات، كمان في كثافات قبل الدائري حتى ميدان لبنان. هنروح لمحافظة اسكندرية في كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات إنما متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ أن الكثافات المرورية موجودة إنما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد حواليه كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، كمان في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية أو جولتنا المرورية في محافظات مختلفة من مصر، ونرجع مرة تانية لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا شكرا ليك يا أجدع أم. شكرا يا مصطفى. شكرا ليك.